عرفت عليها وقالت لي انه اتزوجها. قلت لها زوجي مستحيل، صعب، ما فيك، ما فينا. حكيت معي قالت لي في خبر حلو. قلت لها شو الخبر حلو؟ قالت لي مفتاح البيت صار معي. قعدنا انا وياها شوي، قالت لي انت بدك مهند هون؟ بدك مهند يا ابو مهند؟ قالت لي روح، الله يلعن روحه لمهند. انا هون بلشت في ضرب، انا عندي اخي خط احمر، وانا هون بلشت كف ياخذها وكف يجيبها، كف ياخذها وكف يجيبها. اخر شيء ضربت هيك راسها بزاويه الحيط، هيك ضربت بالزاويه الثانيه ووقعت هيك. رحت ما لقيتها غير عن هيك، ومسكتها من اجريها، من اجريها هيك، وفوتها على الحمام بجوا، ومسكت السكين وحطيتها على راسها. انه بعد ما انقطعت راسها وصارت على جنب، جيت على فخاذها من جوا، صرت انه حز السكين اللي حطيته معي اجريها. بعدين رحت جبت الحرام، حطيتها بقلب الكياس وبقلب الحرام، شلتها هيك وضليت اسحب فيها هيك لحتى طلعت فيها، انه ماسكها هيك انا هيك لحتى انه وصلت على الحاويه، مسكت المهم وكبيتها بالحاويه. رجعت على البيت وصرت ادور اذا في اي شيء. المهم هون شفت انا الهويه والبطاقه وراق، ربيتهم كلهم، حطيتهم بجيبتي، وحطيت السكينه كمان بجيبتي، جبت تاكسي. المهم وين نزلني هو؟ عند المواساة. كبيت الراس هنيك، كبيت السكين على الطريق، حطيت الجسي بصحنايا والراس عند المواساة انه مشان لا تنعرف مين هي انه المقتوله. حملت حالي. المهم هون اجتني رسالة على الواتس، مدري من مين، من رفيقتها، انه لك يا اميرة عم بيقولوا انك مقتولة بصحنايا. انا هون بعثت لها صورة وش عم يضحك وطفيت الجوال، نازل اخذت سيارة ونازل لوين؟ على جسر الثورة. لبيتها للموبايل هوني والبطاقة عند جسر المشاة، الهوية. بعد ما قطعنا جسر فيكتوريا